وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إطلالة جديدة من خلال هذه المساحة التي نقف من خلالها ونسلط الضوء على الأحداث الأخيرة لما يسمى بالجبهة الثورية، وهذه الخروقات نقف عندها من خلال هذه المساحة. لبيك يا وطن، سعد جدا بأن يرافقني أيضا من خلال هذه المساحة قراءة للأحداث وما خلف الأحداث الأستاذ عفاف تاور، رئيس الكتلة البرلمانية المكلف لنواب جنوب كردفان. أهلا وسهلا، مساء الخير. يا مرحبا، أهلا بك وأهلا بقناة الخرطوم الصباغة دائما مثل هذه المواضيع الوطنية. نعم، الأستاذ بشارة جمعة أرور، أنت الأمين السياسي لحزب العدالة والمهتم بالشأن الإعلامي، أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا ومرحبا بك أستاذ. نعم. المشاهدون، دعيني أبدأ مباشرة من عندك أستاذ عفاف تاور. أنت رئيس الكتلة البرلمانية المكلف لنواب جنوب كردفان، ولكن في الوقت ذاته رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة والسياحة بالبرلمان. طالما أننا نتحدث اليوم عن الإعلام والتناول الإعلامي لهذه القضية، هل أنتم كلجنة راضون عن هذا التناول الإعلامي للأحداث؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراحة نحن غير راضون عن الإعلام بالذات في تغطيته للأحداث التي حدثت مؤخرا في منطقتي الرهد وأبو قرشولة والمروابة، وعدم رضانا أن الإعلام ما كان تناوله ما كان دقيق بالنسبة للأحداث نفسها، والتغطية ما كانت يعني تغطية شاملة، وده خلى انعكاس كبير جدا من لعدد كثير جدا من المواطنين، وباتصالهم بين الدائم على أساس أنه الإعلام ما أدى دوره كامل في التغطية. نعم، هو حصر يعني همه كله أو حصر كلامه كله في منطقة مروابة، ويمكن حصر الإعلام لمنطقة مروابة لأنه مروابة بعيدة جدا عن مناطق موقع الأحداث وحصل فيها الحدث، وده يمكن يعني خلى الناس في 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 وضع غير طبيعي انه يخلوهم يركزوا الاعلام في منطقه مروابة. لكن الشيء الاكبر والسخط الجاري من الناس انه المنطقه اساسا يعني نالت كثير جدا من التدمير والتشريد والتقتيل والمجازر البشريه اللي تعملت فيها، اللي هي تعملت في منطقه ابو قرشولة. نعم. وبالتالي يعني حتى كانت في مجزره يعني في محاكمه فوريه اتعملت، وكان نوع المجازر يعني نوع بقول غريب جدا في 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 في, في التاريخ، يعني حتى في التاريخ القديم والحديث انه تنصب محاكم وتكون فيها مجازر وتكون فيها تقطيع بالنسبه للبشر امام الناس بشكل فيه نوع من التشفي للمواطنين لا حول لهم ولا قوه، ده يعني كان له اثر كبير جدا بالنسبه للناس ورده الفعل. بجانب كده الاعلام برضه حاول في اللحظات الاخيره يحور الصراع انه العمليه اثنيه او تصفيه اثنيه، في حين انه الموضوع عكسي كده خالص. الجبهة الثورية جات، وأنا زي ما بقول عليهم المتمردون أو المعتدون الجو، بالإضافة مع الأخواننا في الحركة الشعبية، الجماعة دي لما جو كانوا بشغالين بلستة بيستهدفوا منسوبي المؤتمر الوطني، منسوبي الشرطة والدفاع الشعبي والقوات النظامية بصفة عامة، ديل كان المستهدف. حتى لو كنت شقيق واحد منهم كنت ما بتطلع من المجازر ولا من المحاكمات اللي كانت بتتم. لذلك الإعلام حاول كثير من ممكن أنا يعني هنا برضو بسجل صوت لهم لوزارة الخارجية، لأنه البيانة طلعته أنه التصفية اللي حصلت في جنوب كردفان أو في منطقة أبقرشولة التصفية العرقية دي بصراحة هتخلق لنا ضرب في النسيج الاجتماعي لقدام. التمرد أصله حيتحسن، لكن بيجي يوم الناس حترجع وتكون قاعدة، لكن حتكون في خلل كبير جدا في النسيج الاجتماعي، وحتكون في تهرات بالنسبه للناس ما دام انت اساسا صنفت القصه او كجهه مسؤوله في الدوله صنفت الامر من بدايته انه تصفيه عرقيه، بتولد نوع من الغبن بالنسبه للمواطنين. لذلك كان تناول الاعلام بصفه عامه بالنسبه للاحداث تناول ما مرضي، وتناول ما كان فيه شيء من الصراحه، ما كان فيه شيء من الوضوح، وتناول فيه شيء من الاثاره بالنسبه للنعرات القبليه بين الناس، مع انه الامر عكسي كده خالص. عناصر معينة معروفة بالنسبة للناس حتى لو كان شقيقة تمرد وعمل فيك نفس المجازر بتتصنف أنه متمرد، ولكن لا تصنف هذه القضية عرقية أو تركز الإعلام في منطقة معينة مع أنه الأحداث مرت في مناطق عدة. أستاذ عفاف، حنرجع للموضوع بالتفصيل من خلال حلقتنا لهذا المساء، لكن أستاذ بشارة أرور، يعني علمت كمان أنك جاي من مناطق الأحداث توق قبل يوم يمكن،
أولا يا ريت لو تبصر المشاهد اللي بيتابعنا في هذه اللحظات عن آخر ما خرجت به من هذه المناطق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم جميعا والسادة المشاهدون. حقيقة أنا زرت الولاية كردفان يوم الخميس الماضي، يوم 4 تقريبا، وعدت يوم السبت. وأنا يعني أكاد أجد نفسي يعني متطابقا تماما فيما أراه في وسائل الإعلام أو ما هو شاهدته منه مع الأستاذ عفاف، لأنه الإعلام مضى في اتجاه عكس الاتجاه الصحيح، أو أنه الإعلام نفسه بدل ما يكون إعلام وطني قومي يتناول الأمور بأنه هذه عبارة عن حرب، وبالتالي الحرب لا تعرف من يعني هذا من قبيلة كذا، اللي هو التمايز العنصري والقبلي. ولذلك هذا الإعلام جر الناس إلى مواقف يعني حساسة جدا، ودخلت بعض الأشياء الشبيهة بواقع دارفور. وفي مقوابة مررنا والوضع كان عادي جدا، لكن بعض المناطق المحروقة المواطنون الحياة عادت دبت كما هي، لكن في الرهة طبعا يعني بسبب الإعلام المرئي والمقروء يعني هنالك أيضا كذلك مجازر حدثت لأبناء النوبة، 3 منهم في داخل السوق اللي هو قتلا يعني مطاردا بالسلاح، ثم بعد ذلك تم رجمهم بالحجارة، وهذه بداية الفتنة القبلية والعنصرية. ولذلك نحن نقول أنه الإعلام فعلا حقيقة ما كان محايد، أو يعني إعلام فير، تناول الأمور بشكل فيه نوع من الإثارة ومحاولة استقطاب بعض الأبناء اللي عندهم علاقة بالقبائل العربية. وحقيقة هذه الصورة يعني تود الوطن إلى مهلكة، أو إلى يعني ممكن نقول مزلق أو انزلاق. ممكن يكون في فتنة قبلية كبيرة على مستوى، ممكن يكون في بعد اعتداءات على مستوى حتى المدن. ولذلك نحن في هذه الجزئية بالذات ندين تصرفات الإعلام الغير مسؤول، لأنه يعني ما تم في الرهد عبارة مباشر قوي جدا جدا، وما تم تصفية الناس في حتى من قبل الذين هادموا أبكر شولة أيضا كذلك ما كان يعني مسؤول، وندينه لأنه طبعا التصفية كانت زي ما قالت الأستاذ أنه مستهدفين فيه قيادات المواطن الوطني والدفاع الشعبي بصورة واضحة جدا. وبالتالي في هذه الليستة هم عندهم ليستة كانوا ما بيعرفوا أنه ده عربي ولا ده نوبة ولا ده بس بقا ولا برقدا ولا أي شكل آخر من القبائل المعروفة في السودان. ولكن تناول الإعلام ومحاول أيضا كذلك يقول الحكومة أنها حاولت تستثمر هذه الجزئية بالذات في بكرشيلة بأنها توظفها في حتى أنها تستقطب بعض الأبناء في القبائل الأخرى عشان تجندهم. وده تم في، أنا كنت في اللويد بسأل بعض الأخوان قال لي إحنا جاء وحاولوا يمشوا فينا هذه النعرة أنه عايزين تمشوا معانا تتجندوا في الدفاع الشعبي عشان تقاتلوا المتمردين. وبالتالي كان هذا التجند نفسه ما كان محصور في كل أبناء الولاية أو السودانيين عموما. نعم. يعني كان في انتقائيه لقبائل البقاره وباقي القبائل العربيه وكذا، وده كلام انا في غير مسؤول. وبالتالي محاوله اثاره الفتن وتناول هذه القضايا بشكل اثني بيقودنا الى نفس الحاله بتاع دارفور، وهذه مرفوضه يعني من قبل اي طرف من الاطراف. المواطن هو المواطن، السودان هو سوداني، ايا كان جنس اي كان طرف مسماه من قبيله ما. وبالتالي هذه الصوره نرجو ان الاعلام يكون مسؤول يتناول الموضوع في اطاره بدون ما يكون في اي نوع من الانحياز الى طرف دون اخر. وزارة الانحياز دي يا أستاذ عفاف، يعني الآن الآلية اللي بيتعامل بها الإعلام اللي هو عكس الواقع من أرض الحدث، الآن ربما أغلب وسائل الإعلام السودانية بمختلف أشكالها أو الإعلام المحلي سميه، يعني الآن ألا تعتبري بأنه وصل للمشاهد الواقع الآني الحاصل في المنطقة بتجرد وشفافية؟ نعم، أنا دار أقول لك إنه القصة ما وصلت لمرحلة الإدانة للإعلام. هو صحيح كان في اتجاه ما مسؤول، لكن أنا اتصلت بالأخ وزير الإعلام مباشرة. نعم. وصحح المسار. يعني المسألة في البداية لما كانت محصورة بأسلوب معين واتصلوا فيه كثرة الاتصالات، أنا حقيقة اتصلت بالأخ وزير الإعلام يعني قبل الأمر بصدر رهن إنه يعني أرجو إنه الإعلام ما ينزلق عشان على الأقل نحن ما محتاجين لفتنة. وبدت الناس تاخذ في نفسها انه الاعلام حصر نفسه باشياء معينه. فحقيقه اخونا وزير الاعلام وعد انه حيصلح، وثاني يوم طوال او في نفس اليوم انا اجزم انه حصل تغيير كثير من الاشياء اللي كانت ماشيه. فهي نعم الاعلام كان في بدايته فيه خطا او ما كان مسؤول، لكن ما بتوصلنا لمرحله انه احنا ندين الاعلام، لانه احنا تفاكرنا معه ووجهناه وقبل هذا التوجيه بصدر رحم. لكن كان الاشياء الثانيه هي ما تحسب على الاعلام،
يعني مثلا صدر في وزارة الخارجية ما يحسب على الإعلام لأنه دي وزارة أصدرت بيان، لكن إحنا نقول إنه يعني لما قلنا الإعلام إحنا ما راضين عنه في بدايته، في بداية الإعلام ما كان موجه، وبرضو الإعلام إنه أنا يعني داره يكون أكثر يعني مهنية إنه يعكس الصورة فعلا اللي حصلت في 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 على أرض الواقع بالنسبة للناس، عشان على الأقل الناس تقدر تعرف، المجتمع الدولي ذاته يعرف اللي هو بيصير على الناس، إنه يعني تفاوض في ناس والناس مصرة على حمل السلاح والتعمل المجازر اللي ما حصلت، أنا حتى بعتبر إنه ما حصلت حتى المجتمع الصهيوني ما عمله في الفلسطينيين دي، أنا كنت أتمنى إنه الإعلام يجد طريقه إنه يصل لحد هناك عشان يقدر على الأقل يعكس الشيء الحاصل والجثث المجدعة في 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 الخلا نتيجة عطش ونتيجة يعني الناس طشوا كده، دي مفروض الناس يعني تسلط على الإعلام عشان على الأقل تعمل منها فيلم وثائقي عشان المجتمع السوداني يعرف والمجتمع الدولي ذاته يعرف حجم الـ 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 الأرواح اللي أزهقت في 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 هذه العملية، وحجم وحجم الدمار الدمر وحجم حجم الرعب، يعني حتى الناس الداخل في كرشولة عدد كبير من المصيب بالجنون يعني من كثرة المآسي اللي بشوفها، فده بيحتاج إنه يعني الناس تعكس الشيء بالنسبة للمجتمع المجتمع المحلي هو شايف لكن محتاج يعرف أكثر، والمجتمع الدولي محتاج يعرف أكثر عشان على الأقل يغير نظرته مما يجري من هؤلاء المعتدون، وضغطهم على الحكومة السودانية بكثير من التنازلات في مراحل كثيرة مختلفة، في حين إنه هؤلاء لا يعرفون المجتمع ولا يعرفون الرحمة بالنسبة للإنسان بصفة عامة. طيب أستاذ أرور، إلى أي مدى أدى تفاعل الإعلام على أحداث في توحيد الجبهة الداخلية؟ طيب أنا عايز أقول إنه الإعلام المحلي بالذات يعني صحيح ممكن نقول إنه تناول الأمور بشكل وطن وتباين، وأنا بالذات في جوزيب كرشيلا مصير بأنه بدين بعض الإعلاميين والإعلام، لأنه فعلا التناول كان واضح جدا من خلال مشاهدتنا واستمعنا له أو استمعنا له، كان فيه تركيز عنصري، يعني بصراحة بقول يعني ما بنتبانى في أنه هو الحق مهما كان لن تتندد، ولكن هذا لا يعني بأن الإعلام أحيانا يعني ما فير إنف في بعض الإعلاميين إذا كانوا كتاب صحف أعمدة أو في وسائل الإعلام المسموعة والمشاهدة هم فعلا دقيقين في أن يتناول أمور يكونوا مهنيين، ولكن بعضهم بينزلق في أنه يكون محاولة أنه هو يسير لأن النقاط اللي فيها يعني بعض الإسارات يعني محاولة يعني جر الناس إلى الفتن القبلية والجهوية وكذا. نعم. وفي هذا أنا قلت جزئية، لكن عايز أقول أن الإعلام فعلا وصل رسالة حقيقية بالذات فيما حدث في كرشولة وفي مرابة، لكن التركيز كان أقوى لمرابة لأن مرابة فعلا إخواننا خلاص وكأنه وصل التمرد إلى قلب السودان، ولو ملاحظ أنه اللبيد سنتر السودان ككل يعني حتى لو كان قبل انفصاله الآن يعني نعم. وليس الخرطوم كعاصمة، ولكن كونه أنه التمرد يصل أو الجبهة السورية تصل لحد مرابة معناه كلام انه انت ما باقي لك من الخرطوم الا السقوط، يعني اي سقوط لاي مدينه كبيره في السودان يعتبر سقوط للعاصمه، يعني لو مدينه زي اللبيد او زي ام رابه او كوست اي حتى سقطت بالتالي معناته عاصمه خلاص ما باقي لها الا شنو تسلم يعني. فلذلك يعني التناول الاخير بالذات فيما حدث لاهلنا في كرشوله وتشتتهم، نحن لقينا اسر يعني ما زالوا حتى الان في العراء والناس حصلهم بالماء اكثر حاجه يعني في الطرقات، يعني ناس بالأطفال اللي أنتم شاهدتم في الإعلام بكمية ضخمة جدا جدا، والأسر شاهدتها العجزة طبعا في ناس منهم ماتوا إجحاط في الطرق، وبعض الأسر حتى أنها وصلت اللبيض مش مرابة يعني على الأرجل يعني مشيا، ففي منهم الناس اللي ماشيين في الطريق ولكن الله يصدف بس يعني بعد ما كملت الكمر الماء لكن إحنا وصلنا وبالصدفة لقينا التنكر في الخلا واقف لقينا الموية وبعد ذلك زودنا نفسنا وشايلين أطفال ووصلنا حتى وصلنا، فهذه الحكاوي من قبل المواطنين أنفسهم يعني مش نحن أخذنا من الإعلام فقط، نحن جلسنا مع بعض الأهل اللي نزحوا من كرشولة وجو هم ماشيين لحد دخلوا مرابة في ناس وصل حد اللبيد في ناس في الرهد، فأخذنا هذه المعلومات منهم مباشرة وأكدوا نفس المعلومات وأكدوا نفس المعلومات أكدوا نفس المعلومات بالذات في موضوع المجرى أول التصريحات تمت بالمحاكمة وهذه طبعا نرفضها ندينا تماما، لأنه أي زول ثوري بالتالي يكون عنده قواعد وأسس ونظم بيقاتلها من أجل قضايا محددة، ولكن تصل لمرحلة أن الناس يأخذ لست ويصفوا الناس بانتماء سياسي بمجرد أن هذا خصم سياسي في السابق قطعا هو سيعود ويكون برضو كذلك سياسي في المراحل القادمة يعني بعد السلام إذا حصل الاتفاق، وبالتالي هذا الشخص نفسه لا يرى أنه هو يفعل في أشياء بضربه هو في مستقبله السياسي، لأنه أنت لما تيجي حدبني قاعدتك السياسية على المواطن، ولما تصفي الناس وهؤلاء الناس عندهم أهل وعندهم يعني امتداد على مستوى السودان كله سياسيا وبالتالي هذا يضر بالقائد السياسي حتى لزول المناضل اللي هو بيقول أنه مناضل عند قضايا المواطنين أو البسطاء والمساكين، لذلك هذه الصورة صورة يعني ما صحيحة
صورة سلبية ومضرة بالمواطن السوداني، ونحن نرفض أي مهاجمة أو أي نوع من تصفية الحسابات على أن يكون هذا بإطار مؤتمر وطني أو دفاع شعبي. مهما كان الأمر ما يقود الناس إلى أن الناس يعملوا مجازر أو محاكم يصفوا الناس بإطار انتماء سياسي أو فكرة أو يعني اتجاه عقدي حتى أحيانا. لأنه أنا بعرف برضه في مش مقرشلو بس، حتى في جنوب السودان مشيت زيارة وجيت راجع يعني شيء تم في الدندور أيضا كذلك في تصفية تمت، يعني ذبح فعلا زول لأنه هو إمام مسجد وهو من جنس أبناء النوبة، وبالتالي ولدت بيتم سلطان حتى أنك تكون مدين كمان تنصح الآخرين بأنك أنت يعني الشيخ. فأخذ الشخص حسب الرواية اللي جاتنا برضو الناس اللي كانوا عايشين الواقع أنه خرجوه لحد ما مرق من داخل المسجد ذبحوه قدام المسجد قدام النساء والأطفال يعني. وهذه صور منقولة يعني ناس مستوثقين منهم بأنهم كلامهم صحيح 100%، وبالتالي نرفض هذا الأسلوب. لكن عايزين أنه الإعلام يعكس الحقيقة كما هي بدون ما يحور أو يحاول أن يدخل فيها بعض التعديلات والتحديثات لقرض سياسي، يعني يكون التناول الإعلامي واضح جدا بما يدور وما يحدث دون ما يكون فيه تمييل أو حيلة في اتجاه الإعلامي أنه يقود إلى خط سياسي. ولم ينقلها كما هي في بعض الحالات ولكن ما كل الحالات. لكن لا يعتبر لا أنا كمان ما لدري يعني نعم. ممكن يمكن يعني هجومنا كان للإعلام أو كلامنا عن الإعلام إنه ميز بس ميز بين أبو كرشولة ومروابة، وإحنا قلنا جينا قعدنا لقينا العذر بالنسبة للإعلام لما قعدنا برضو ناقشنا ميز بمعنى شنو بمعنى إنه ركز في مروابة وأهمل باقي الأجزاء. لكن لما جينا قعدنا حسينا إنه مروابة لأنه زي شوك بالنسبة للدولة نعم. إنه منطقة بعيدة جدا من الحدث نعم. منطقة بعيدة جدا من الصراعات ويجي يحصل فيها ما حصل ده يمكن ده عذرنا للإعلام على أساس إنه دار توجه الرأي العام على أساس إنه هذه المنطقة كانت آمنة بعيدة جدا من الصراعات وحصل فيها ما حصل. لكن ده ما بيمنع إنه أن إحنا أسرنا على أساس إنه الإعلام هو ما لقى الحدث وما نقره الأحداث الواقع على أرض الواقع عكست، سواء كانت على كرشولة من خلال الزيارات من خلال اللقاءات أقصد على الرهد أو أمروابة نعم. كرشولة عصية حتى الآن ما في زلك درخولة نعم. جاهزة في يد القوات المسلحة، ونسأل الله إنه من هنا إحنا يعني نرسل يعني صوت شكر بالنسبة للقوات المسلحة رغم الأشياء اللي حصل، لكن القوات المسلحة فضلت تحارب من 56 نعم. وحتى هذه اللحظة يعني ما تواند ما تقاعست في حق السودان، ونحسب رغم الظروف الصعبة جدا اللي بتعيشها القوات المسلحة رغم الوضع اللي بيعيشه الجندي في القوات المسلحة المرتب الضئيل التدريب الما مكتمل أشياء كثيرة في الجندي رغم ذلك هو ما مكترس. ونحسب من هنا يمكن نقول الحصل في منطقة في 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 منطقة كرشولة لا قبل كرشولة نعم قبل كرشولة في منطقة برمبيطة لا ولا برمبيطة أرجع فيها مروابة لا ولا مروابة برجع نعم. فيها بتذكرها سبع شوية منطقة بتاعة أخونا الملة المنطقة دي فيها سرية بتاع الجيش قبل ما يجوا على مروابة جو الجيش رغم إنه كان بسيط لكن صدام يعني وقف وقفة رجل واحد يعني قدر عليهم صدام المورب ولا ما المورب حسب بنتذكر نعم قدرت راحت من دي المنطقة طيب يعني رغم الظروف اللي حصلت احنا يمكن لومنا للاعلام في المرحله الاولى والاعلام رجع عدل لكن احنا يمكن في اعلام ما بنحسبه للاعلام للاعلام كوظيفه عامه بعض الاغلام اللي بتكتب على اساس انه تحول المساله من مساله يعني عسكريه سياسيه لمساله سنين. لكن الحكم استاذ عفاف الا يكون متعجل في مثل هذه الاحداث؟ يعني الناس تحدثت الان عن منطقه ابو كرشولة وكم هي عصيه على الدخول صح. معلوم بان نعم. الرساله الاعلاميه متوفره واحد من 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 من, من ايضا عشان انا صحيح. اقدر احكس لك رساله اعلاميه نعم. لابد من توافر بعض الاشياء صحيح. المعلومه لدى احنا قلنا يعني. الاعلام كان نعم. امين يعني الاعلام الشافعي عكس والمنطقه اللي انا ذكرتها منطقه أمبركة دي المنطقه قبل ابو كرشولة اللي استبسل فيها الجيش استبسال نعم. يعني ما بعد استبسال ومن خلاله يعني بعد الجيش صباهم رجعوا خشوا بكرشولة وتاني جو راجعين لهذه السرية في أمبركة وبرضه استبسلت ومات في عدد كبير جدا من الجيش وما انسحبوا ما جروا وما تقاعسوا إلى أن أبيت منهم الأبيت ونية منهم من النية فدي بنقول إنه الرسالة بتاعت الإعلام الشافعة كسر يعني إحنا ما قلنا الإعلام ما كان محايد يعني ما كان محايد في حتة معينة في عكس الطرح للقضية بين تمييز وبين مروابة وبين أبو كرشولة لكن قلت لك لما جينا قعدنا نحن كبرلمانيين وعملنا التغييم ربما طبيعة الأحداث شاركت قلنا طبيعة الأحداث نعم. والهزة اللي حصلت للمواطن نفسه على أساس أنه مروابة بعيدة جدا عن موضع الحدث
ومنطقة يعني إذا أصلا أنت بتجيت تسمح للمعتدون يخشوا مروابة معناها حيخشوا الأبيض معناها حيخشوا كوسي معناها حيجي الخرطوم وبالتالي دي كانت هزة بالنسبة لناس الإعلام. إحنا بعد اتصلنا بالوزير وكلمنا معه لكن رجعنا قعدنا كبرلمانيين عملنا تغيير وحسينا أنه التناول الأول ما كان يعني ما كان فيه مشكلة ما دام في النهاية أصلحه. لكن الأغلام اللي بدأت تقول والجهات اللي بدأت تحاول تمحور القصة في 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 في, في, في ناحية عنصرية دي خلتنا نحن كأبناء منطقة كأبناء جنوب كردفان بصفة عامة بكل مختلف اسمياتنا عرب على نوبة على فلات على بقارة حتى جلابة اللي عايشين معنا احنا اليومين دي عندنا حراك كويس جدا شغالينه على اساس انه لازم المنطقة هذا الموقف لو ما قوي جبهتنا الداخلية عمرنا ما حنقوى. نعم. وبالتالي لا بد من اننا نظهر للناس انه اللي بيحصل ده المتمرد او الحركة عايزة انه تضرب حتى النسيج الداخلي وحبوا نحن ننتبه لهذه العمليه ونقوي جبهتنا الداخليه عشان على الاقل نقدر نرد لهم الشيء اللي هم عاوزينه. طيب استاذ أرور الاعلام بي 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 بالواقع امتداد للمعلومات واستقاء المعلومات هل تعتقد بانه كان المصدر الوحيد للمواطن السوداني في تلقي المعلومات؟ طبعا ما المصدر الوحيد لانه وسائل الاتصال المتطوره يعني قدرت تغطي كثير من المعلومات للناس. يعني في ناس اتصلوا بالتلفونات دايركت يعني اثناء الاحداث برضو كنا بنتصل بناس في منكرشولا في ناس في الرهد في ناس في اللغيد في ناس في المغابة نفسه يعني كنا بنتصل اثناء الاحداث مش بعد الحدث. نعم. ولذلك انا مصر بانه لما اقول انه الجزئيه وبيعني انه الاعلام طبعا متكامل المقروء منه والمسموع عبر الاسير وغيره انه فعلا جزئيات من اقسام الاعلام انه تناول الموضوع بشكل يعني فيه نوع من التوظيف وشكل شائن يعني. والكلام هسه قبل شويه قالته الاستاذ عفاف وهي برضه مشت في نفس الاتجاه انا كنت بتكلم عنه يعني حاول توظف الكلام بعد الكتاب بالذات بصوره واضحه كتاب الاعمده والمتناولين الامور بالقضايا اللي موجوده في الساحه بالاقلام توجيه واضح جدا يعني لو رجعت للصحف والارشيف تلقى الكلام ده موجود يعني احنا نتكلم ساكت. ولذلك احنا قاعدين نرفض انه اي توظيف لاي يعني مشكله يعني زي مش كرشولا وغيرها انه ما توظف يعني باتجاه اسمي او سياسي. وفي الحقيقة الإعلام برضو وصل المعلومة للمواطن يعني على مستوى السودان كله على مستوى العالمي والإقليمي. لكن هذا لا يعفي بأنه إحنا يعني عايزين نقول أنه الإعلام مفروض برضو كذلك يكون يعني يصل للناس ويكون عنده برضو توجيه متباين ومختلف متنوع في بعض التناول يعني. ولو ملاحظ وركز حتى في الإعلام المشاهد أنه التركيز لإسنيات محددة وممكن تلاحظ الكلام يعني. يعني تسأل الزول اللي بيعملوا حوار ونوع من النائب تلقاه في تركيز معينه في اسنيات معينه انا قاعد اشاهد وتابع يعني اقاطعك انا الكلام ده هو بيقود الناس لكلام ما جميل انا يعني شفت الكلام ده احنا نكون شفافين شويه ما دام طلبنا من الناس الشفافيه حقنا ذاتنا نكون شفافين. الاسنيه اللي هو بيقول عليها انا كنت داير يكمل كلامه على اساس انه ادخله انا اتفضل. ايوه لانه الناس اللي انضربوا في الدندور وجوه هسه في المنطقه بتاعت الكويك اغلبهم يعني تقريبا 50% نوبه 50% عرب. طيب جينا المنطقه بتاعت الكرشول الناس اللي اغلبهم هسه زحفوا ما نوبه يعني يمكن تكون فيه النوبه واحد اثنين. طيب. بالتالي تلقائيا الاعلام بيوفر في الزول اللي قدامه. نعم. يعني ما مش فتش لانه فلان الاسنيه الفلانيه وفلان الاسنيه الفلانيه بالمعطيات يعني بالمعطيات الحدث يعني ما خلاص نعم. وهي تطبيق الشفافيه احنا كده قلنا الشفافيه مش شفافيه نعم. نفسها يعني انا اقول انه نفس الكلام ده ما حدث برضه لناس الدندور اللي حصل يعني ما تناول بالشكل المتناول هسه حاليا اللي احنا قاعدين نشوفه وكده احنا نكون فعلا شفافين. هل الشفافيه بتاعنا انه بس احنا نركز في الحاجه اللي قدامنا بس ولا الشفافيه بتاعنا انك انت ما قبل نفسه وما سياتي. ولذلك الاعلام احيانا انا قاعد اقول الكلام ده ومصر على انه هو في نفس الاتجاه انه يعني احنا عايزين الاعلام يكون شفاف ويعمل تباين كامل يعني تغطيه كامله شامله. صحيح انه ممكن يقول والله الكلام اللي قالته الاستاذ انه يا اخي ركز لانه الناس اللي حاسه الناس حاضرين اغلبهم كذا. طيب. لكن وان كان اغلبهم لكن جزء منه برضه موجودين. يعني ما بيور يعني. المقصود. جزء منه موجودين يعني وبالتالي انت تاخذ الكلام متكامل لانه في النهايه جزء لا يعني لا جزء كله متكامل في هذه يبقى احنا انزلقنا في نفس وبالتالي وبالتالي المواطن الموجود في كرشولا ما مواطن فيور من جهه معينه او قبيله محدده عشان كده كنا عايزين توازن يا استاذ. نعم نحن لا نروج لاثنيات ولا نتحدث عن اثنيات ولا نخرج الحلقه عن القالب المعد لها لكن يعني نعم استاذ عفاف دعيني انتقل معك مباشره الى الخطاب الاعلامي للدوله ومتى مدى مواكبته للاحداث. والله الخطاب الاعلامي للدوله يعني احنا دائما نقول
في الآونة الأخيرة ما كان في خطاب واحد بالنسبة للدولة. كانت مشكلتنا خطابنا واحد ما واحد. لكن يظهر في لما الأحداث بيبقى خطابنا واحد وبيبقى خطابنا موجه. الخطاب الإعلامي بالنسبة للدولة الدولة حاولت يعني أول حاجة تعكس المعطيات الماشية أمامها. أنت دائما بتعكس الشيء الماشي، يعني الإعلام شنو صنيع؟ صنيع اللحظة. اللحظة الموجودة قدامك سواء الحدث بتحاول تعكسه. أنا يمكن بقول الدولة مرات بتقصر في حق نفسها، ما بتعكس الشيء الماشي بصورة يعني زي ما بيستثمر الناس برا. ممكن ذات ناس الجبهة الثورية الشيء اللي عملته ترجع تصوره باعتبار إنه إحنا عملنا فيها. مرات الإعلام بتاعنا ما بيستفيد من الشيء الماشي، نكون إحنا انضربنا ونكون إحنا تأذينا وبنفوت على نفسنا فرصة ما نعكس الشيء الحاصل. يبقى خصم النظافة يرجع يشيل نفس الشيء اللي عمله فينا بيعكس على أساس إنه إحنا عملناه فيه. وده المجتمع الدولي ما بياخد إلا بالمعطيات الموجودة قدامك والشيء بتاع بتعرض. وده بيحضرني يعني في جنيفا لما واحدة رواندية دخلت من خلال الحركة الشعبية وصورت فيلم في مواقع الحركة الشعبية وجات عكستها في جنيفا على أساس إنه ده الجيش السوداني بيتعامل كده مع إنسان جبال النوبة. لكن لما كنا إحنا حاضرين عرفنا إنه المنطقة ديات منطقة، والحمد لله إحنا أبناء المنطقة ذاتنا كنا حاضرين عرفنا ديات منطقة، والناس اللي قاعدين ديل هند الجيش السوداني ولا الجيش الشعبي المواطن اللي قاعد هناك تابع الخط في تحت قيادة الحركة ولا تحت قيادة الحكومة. في أشياء إحنا بنفوت على نفسنا. يبقى الإعلام إحنا دارين خطابنا الإعلامي يكون وليد اللحظة، ويكون مهما كان يعني مهما كان الشيء حصل بقت الأجهزة متطورة، بقت الموبايلات ممكن من خلال الموبايل أنت تصور شيء بتعكسه، يعني زي المذابح زي شيء. أنا متأكدة لو ديل لقوا نفس حيصوروا الحصل في بكرشولة ديل على أساس إنه إحنا اللي عملناه في موقع آخر. لذلك إنه خطاب الإعلامي يفترض إنه يكون وليد اللحظة ويكون مواكب اللحظة، عشان على الأقل المواطن يكون مواكب معه وعارف الشيء الحاصل. طيب ده بيقودنا مباشرة أستاذ أرور للحديث على الإعلام الدولي ومواكبته للأحداث وعكسه وطريقة عكسه للأحداث. الإعلام الدولي طبعا بتناول أمور بفق المعلومات المتوفرة، وأحيانا ممكن تقول أنه أيضا كلامهم مسلطين، أجهزة حديثة وحساسة تلتقط المعلومات في وقت الحدث نفسه، وأحيانا بيختصر الحدث في الشيء الأساسي. يعني ما بناخد في الإعلام الدولي ما بياخد تفاصيل، ممكن يكون تغطية في شكل مثلا صور وثائقية وحاجة بالشكل اللي ممكن يكون في شكل فيلم وثائقي والحاجة اللي قدام، لكن في تناول القضايا في الحدث نفسه بياخد الحاجة الأساسية أو البيزي بتاعت القضية نفسها يعني. ولذلك التغطية الإعلامية للقضية يعني أنا شاهدت في بعض القنوات المعروفة الرسمية الكبيرة يعني كانت محدودة في الإطار المعني في مناطق الهجوم، يعني إذا كان بكرشولة نفسه تصنيف معين الهجوم والأحداث نفسها يعني. لكن الأساس المطلوب أنه الإعلام بتاعنا المحلي زي ما قال الأستاذ عفاف قبل شوية، أنه إحنا عايزين إعلامنا يكون هو سباق ويتناول قضايا بالطريقة المهنية الإعلامية في توثيق الأحداث نفسها يعني، وتحاول أنها تعمل فيها الزخم وتعيد نفسها أصلا يعني عشان تكون في أي لحظة، لأنه يعني إحنا في حالة حرب. تغطي الأشياء ببعض يعني التقاط الأحداث فعلا حاصلة ومحاولة ربطها بالسابق أو بالماضي عشان تربط المواطن، لأن أحيانا المواطن بينسى وكذلك المشاهد العالمي وغيره بينسى، لكن لما تربط الجزئيات كلها بعض ممكن تكون أنت في النهاية عملت شغل متكامل في الإعلام. فنحن عايزين حتى الأحداث بتاعت بكرشولة ما منفردة من الأحداث السابقة، ولا حدث أمروابة منفردة من الأحداث السابقة، وبالتالي كلها متكاملة. ودي ممكن تدي البعد النظر والاستراتيجية للحكومة في أنها تخطط وتعمل اعتبار، لأنه ممكن ده يحدث، ده ما نهاية القضية ولا نهاية الحرب، وممكن تكون بداية النهاية نفسها يعني. وبالتالي الإعلام أنا في تقدير عايز يكون صاحي، يعني ما ينتهي يعني به المطاف بمجرد انتهاء الحدث. وعايزين الإعلام برضو كذلك يعكس بقدر الإمكان، يحاول أن يبحث أنه يعكس القضايا الحقيقية في الحدث اللي بيدور فيه. وأنا عايز أقول أنه الإعلام السوداني يعني صحيح وصل مرحلة متطورة جدا ومتقدمة، لكن أنا قاعد أقول دائما أبدا الإعلام ما هو معناته جهاز ومنتهي على كده. الإعلام أشخاص فيه إسقاطات على هؤلاء الأشخاص، أحيانا ممكن ينزلقوا ويعملوا شيء غير الشيء المؤسسي أو الشيء المهني. أستاذ أرور أستسمحك، بينتظرني على خط الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس صحيفة القرار. أستاذ عبد الرحمن إن كنت تسمعني أهلا وسهلا، مرحبا بك. نعم، شكرا جيدا، مساء الخير.
نعم أستاذ عبد الرحمن، معي من خلال هذه المساحة الأستاذ عفاف تاور رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جنوب كردفان بالبرلمان، والأستاذ بشارة جمعة. نتحدث عن التناول الإعلامي على خلفية الأحداث الأخيرة. يتحدث ضيوفي في الأستوديو أستاذ عبد الرحمن ويتهمون الإعلام بالغصور من خلال هذه الأحداث، كيف ترد؟ أنا بتقديري أن الإعلام أدى أداء وطنيا ومشرفا، وكان تماما متحملا لمسؤوليته ومتحريا للدقة ومعبئا ومدافعا عن الجيش وقواتنا المسلحة ورافعا لروحه المعنوية. صحيح أن الإعلام تحدث عن قصور السياسيين وتحدث عن أن الجيش ينبغي أن يسند ظهره ضد السياسات وبالتخطيط السليم، وأن السياسيين ينبغي أن يرتفعوا لقامة الوضع الذي يحدث بالبلاد المجتمعة. وبتقديري أنا أنه إذا ما ارتفعت السياسات إلى مقام ومرتبة الأخطار التي تحيط بوطننا وابتدروا معاليات جادة ومستقيمة ونزيهة لحلحلة هذه القضايا، هذا سيوفر كثيرا من دماء المعركة. نحن الآن نعيش أشد الأوضاع صعوبة في تاريخ أمتنا، ونعيش أصعب الأوقات وأخساها وأمرها. هؤلاء الذين قتلوا وذبحوا في مناطق شمال كردفان وفي جنوب كردفان هي مأساة بحق ما في ذلك الشك، لكن الأمم في هذه اللحظات العصيبة التي يحاط فيها بها لا بد أن تشد من أجرها، ولا بد أن تقوي من عضدها، ولا بد من أن توحد الجهة الداخلية. أخي السياسيين هم الذين يفسدون علينا حياتنا. عندما اشتد أوار المعركة في شمال كردفان كان السياسيين يتحدثون أنهم يعلمون هذه التحركات من قبل 5 أيام. هل هذا من فعل السياسيين أم من فعل الإعلاميين؟ وأكثر من ذلك، والي شمال كردفان بدلا من أن يسعى لوحدة الجبهة الداخلية يتحدث أن المعارضة تلعب طاغورا خامسا لسهل مهمة هؤلاء المهاجمين والقزاة المرتدين. هذا الحديث يغر صبر الآخرين، هذا الحديث لا يوحد جبهة داخلية، هذا الحديث من فعل السياسيين وليس من فعل الإعلاميين. نعم أستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة القرار، شكرا لك، مساء الخير من جديد. شكرا جزيلا. نعم أستاذ عفاف، ربما استمعنا لمداخلة أستاذ عبد الرحمن الأمين. تحدث الرجل عن الإعلام ودافع بطبيعة الحال عن التغطية الإعلامية التي قدمت ووصفها بأنها كانت مشرفة وأن الإعلام أبلى من خلالها بلاء حسنا، وعاد بعد ذلك ورمى بالكرة في ملعب الساسة والسياسيين كما استمعنا. كيف تردين؟ أنا يعني أؤمن على قوله أنه الإعلام كان بدور مشرف، لكن هذا لا يمنع أنه بعض الأقلام حاولت تنزلق، كما ذكرنا في السابق أنه حاولت توجيه بعض القضايا لقضايا عنصرية أو إثنية حتى تثير الأعراض بالنسبة للناس، ولكن البعض لا يمثل الجميع. نعم. بطبيعة. نعم. الحال قد نقول البعض لا يمثل الجميع. نعم. وهذا يعني إحنا لما قبل تكلمنا مؤثر طبعا، إحنا لما تكلمنا ما قلنا الإعلام انتهى. إحنا قلنا الإعلام قد أدى دوره، لكن مع ذلك في أقلام وفي جهات روجت على أساس إنه لبعض الأشياء. صحيح إنه يعني زي ما بقول السياسيين، هذه إحنا يعني بالنسبة للسياسيين ونحن كسياسيون بنقول إنه الحصل الموقف الحصل الآن ليس هو موقف للتلاوم أو مين أخطأ ومين أصاب، حتى يعني لا تبعد الشقة بين الناس، ومن تخلف ومن سمع ولم يتحرك. المسألة الآن أمامنا، نحن أمام أدو وأمام موقف يعني يستدعى توحيد الجبهة الداخلية ويستدعى مؤازرة القوات المسلحة لرد على هؤلاء. وبالتالي كما ذكر يقول لك في الطابور الخامس وفي ناس داخلين بيعملوا، لا بد من انه الجبهه الداخليه تتحد وتبعد كل شيء، مرحله اللوم تجي لاحقا. اما الان نحن امام وضع اني وايرجنت ويحتاج للناس تاخذ فيه اجراء. اما التلاوم ومين قصر ومين اصاب وين السياسي وين الجندي، ده ما وقته الان. وقته الان انه توحيد الجبهه الداخليه
ومؤازرة القوات المسلحة والمحاولة لدعمها بكل ما أتينا من قوة حتى تستطيع أن تقوم بدورها الطليعي، ومن خلال يعني عمل القوات المسلحة كما ذكرنا تحارب من قبل الاستغلال حتى هذه اللحظة. الجندي السوداني لم يستريح طوال هذه الفترة، وهو يعطي من عرقه ويعطي من دمه ويعطي من هذا، ونحن نأتي ونلوم أنه قصر في هذا ولم يقصر. مطلوب منا نحن توفير وضع آمن بالنسبة للجندي، توفير كل احتياجات الجندي وخلافته في أهله عندما يقيب، وهذا لم يتوفر للجندي، ومع ذلك نطالب بأن يعمل. أما نحن كسياسيين وقت التلاوم لم يكن الآن، حاليا أمامنا معركة مصيرية، معركة مع هؤلاء الذين توحدوا داخليا، كانت معركتنا مع الحركة الشعبية في المنطقتين. أما الآن أصبحت المعركة ليست معركة الحركة الشعبية، وإنما كل أراذل القوم من هؤلاء الثوريين كما يدعون تجمعوا كلهم وتوحدوا لإسقاط النظام في الخرطوم. فهذا يستدعي أن نوحد جبهتنا الداخلية مهما كان الخلافات بيناتنا ومهما كان الصراع الداخلي، لكي نرد الصعصعين لهؤلاء، ولكي نؤكد للعالم أن السودان دائما المحن تجمعه والإحن تجمعه، حتى بعد ذلك يأتي وقت التلاوم من قصر ونحاسب من نحاسب. أما الآن فليس هذا وقت الحساب. طيب أستاذ أرور، ليس الآن وقت الحساب كما ذكرت أستاذة عفاف، لكن يعني أنت الأمين السياسي لحزب العدالة، الآن من خلال هذا الحديث الذي غزف بالكرة أيضا في خانة الساسة والسياسيين، ألا تعتقد بأن الإعلام لعب دورا كبيرا كما ذكر أستاذ عبد الرحمن الأمين في توحيد الجبهة الداخلية من خلال نقل الحقائق من أرض الأحداث بغض النظر عن هذه الحالات النشوز والنشاز؟ طبعا احيانا تسمع بانه لا يعلو صوت على صوت الحرب احيانا، او لا يعلو صوت على صوت اي حدث يعني قوي. ولكن صحيح انه رغم انه الظرف لا يسمح للناس للتلاوم، ولكن هذا اللوم ايضا كذلك يجب ان يكون بين السياسيين موجود، لانه لو ما تلاومنا اصلا ما بنمشي لقدام. ولكن ليس الان، لكن نتلاوم حتى لا يكون هناك منام، يعني الناس ما يكونوا في سبات يعني عميق، وإن يكون ليس الآن ولكن يجب أن يكون واضح، لأنه بعض المسؤولين تم تبليغهم من قبل المواطنين ومن جهات مسؤولة هي في المناطق، يعني إن كانوا معتمدين وإن كانوا مصدر وإن كانوا ناس يعني إدارات أهلية، بلقوا بأنه نحن نتابع ونرصد وحدث يحدث شيء ما منا قد ينتقل بنا إلى مرحلة ثانية، وهم متجهون اتجاه مرابة ومناطق اللي هم مذكورة، ولكن هناك تقاعس تم وما كان في يعني نوع من الحرص وأخذ الأمور بجدية وبقوة، ولذلك في مثل هذه الجزئية بالذات يجب أن يكون في وضوح ومسؤولية، يعني حمل الناس مسؤولياتهم. يعني الجبهة الداخلية، أنا والله يعني قاعد أحيانا يعني أنكفي كثير وأفكر في الجبهة الداخلية ومحاولة تقوية الصف الوطن والجبهة الداخلية. يعني أنا منذ تكليف الفريق سوار الذهب وغيره من المجموعات والناس ساعد بأنه تم التوحيد الجبهة الداخلية القوى السياسية المتباينة المختلفة، ولكن نقولها كلاما ولا يكون هناك فعلا على أرض الواقع، ونحن شتى في يعني تناول الأمور السياسية في السودان. لذلك السياسيون في السودان أحيانا يعني يحاول أنه يلعبوا على الحقائق والقضايا المصيرية بتكتيك سياسي من أجل كسب خاص بالحزب أو بالشخص السياسي، وهذا يعني لم نصحوا لأن نكون مسؤولين في الجانب السياسي في الوطن. ولذلك في القضايا الوطنية نقول أنه كل السياسيون إذا كانوا هم معارضة أو حكومة يجب أن يكونوا يعني واضحين وشفافين أن المواطن والوطن فوق كل شيء، لأنه بالمواطن والوطن أنت تتقدم للسياسة وتقود الناس. طيب. ونحن نقول أن الإعلام في هذا الجانب بالذات في جزء منه ركز وعمل إشارات وبين بأنه يعني لازم أقلام بالذات بعض الأقلام يعني حصيفة والنزيهة جدا في كتاباتهم والرصينة كانوا بيوجهوا بأنه ما عايزين يتكرر الأحداث، وفي ناس كان بيعملوا يعني قفزات ويعني في الأفق البعيد في المدى البعيد في النظر يعني. طيب خليني أرجع لأستاذ عفاف، عفوا للمقاطعة سأعود إليك، لكن يعني كثرة الطرق والتناول للأحداث هل يمكن أن تأتي بنتائج عكسية؟ هل تتفقي مع هذا الرأي؟ كثرة الطرق المواضيع مثل هذا الموضوع، كثرة التناول فيه من خلال أجهزة الإعلام والوقوف عنده وتناوله بأشكال مختلفة، هل بالفعل يمكن أن يأتي بنتائج عكسية؟ والله إذا حصل يعني زي ما قلت كثرة الطلق، لكن مع التغريد خارج السرب ممكن يأتي بنتائج عكسية، ولكن إذا كان الطرق في الأمر الحادث نعم أمامك
مع مزيد من الطرق الإيجابي، بمعنى أنه هذه القضايا عندما تطرق، هذه مسألة حصلت مجزرة، حصلت كذا وحصلت كذا، نعم، لا بد من هذه المجزرة الطرق أن يعرف، يعرى هذا العمل الإجرامي للمجتمع الدولي، لا بد من توحيد الجبهة الداخلية، نعم، لا بد من التحرك لتحرير هذه الأرض، لا بد من مساندة القوات المسلحة في هذه المرحلة، لا بد من الابتعاد من التناوب في هذه المرحلة. كثرة الطرق بهذا الأسلوب توحيد الجبهة الداخلية. دعيني، نعم أستاذ عفاف، أشرك معي أستاذ رحاب طه محمد أحمد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق. أستاذ رحاب، إن كنت تسمعني أهلا وسهلا، مساء الخير. يا مرحبا، يا مرحب ومرحب بكل مشاهدي فضائية الخرطوم. نعم أستاذ رحاب، نتناول من خلال هذه المساحة التغطية الإعلامية على خلفية الأحداث الأخيرة، أنتم بحكم أنك رئيس تحرير صحيفة الوفاق وإعلامي وصحفي في المقام الأول، كيف تقيم هذه التغطية الإعلامية للأحداث؟ والله يعني في البداية يعني نسأل الله أن يغي بلادنا شر الفتن، ونظر الله أن يتقبل شهداؤنا الأبرار الذين يعني فدوا بدمائهم الطاهرة نعم هذا الوطن على مر الأزمان. حسب متابعتي للتغطية الإعلامية والنقل الإعلامي للأحداث الأخيرة في أم روابة وأبو كشولة، على غير العادة استطاف إعلامنا، أو هو على الأصح أنه استطاف غير محفوظ في إعلامنا، وهو يكشف حجم الجرم الذي ارتكبه بغايا متمردية الجبهة الثورية، حيث انتقل الإعلام إلى موقع الحدث سريعا ولا زال ينقل صور المأساة التي خلفها التمرد هناك. الآن وأنت تشاهد فضائية الخرطوم والفضائية السودانية وقناة الشروق وكل قنواتنا، ونقل الصحف يوميا، يعني الآن تنقل المشاهد، وانتقلت الكاميرات وانتقلت الأغلام الصحفية لتلتقي بالذين نزحوا من المناطق، ونقلت الصورة كما هي. ثانيا حتى بعد أن هدأت الأحوال عموما بعد خروج التمرد من المروابة وهدوء الأحوال نسبيا في عدد من المناطق المتاخمة، بدأ الإعلام برضو في بذات الروح ينقل حجم التكاتف والتعاضد الذي عرف بها للسودان، وغوافل الذات التي تصل من كل حد وصوب. وأنا يوميا يعني أشاهد عدد من الولايات، أو على الأصح الولايات تتسابق وتسارع في إرسال الدعم والذات للذين تضرروا من الأحداث الأخيرة. طيب أستاذ رحاب، أعتذر للمقاطعة، ولكن كيف ترد على الرأي الذي يتحدث بأن بعض الكتاب أو بعض الأغلام قد جنحت إلى إثارة بعض النعرات من خلال بعض الصحف أو بعض الأعمدة اليومية؟ أي نعرات تقصد؟ نعم، أي نعرات تقصد؟ إذا كان هناك البعض، أنا على العكس، نعرات القبلية والإثنية أستاذ رحاب. لا، على العكس، الذي تابعته والذي غرامته أن الذين نغلوا أن هناك يعني حدث ما نسميه بالتطهير العرقي، أن 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 بغايا التمرد أو بغايا متمردية الجبهة الثورية قد انتغوا أناس من أحزاب معينة ومن قبائل معينة وذبحوهم يعني. نعم، هذا النقل نقلته عدد من الصحف والقنوات، ونحن نثق في نقله. الجانب الآخر، لم أغرى من انتحى بالجانب الغبلي إلا من نقل الصورة الصحيحة. الجانب الآخر، حتى الذين حاولوا أن يحملوا مسؤولية ما حدث لوزير الدفاع هم قلة، وأظنهم قد عادوا يعني اليوم إلى خط التعبعة، الخط المساعد للتعبعة في مثل هذه الأحداث. كما قلنا مرارا وتكرارا، في مثل هذه الأحداث يجب أن ينتبه الكل إلى دعم الجيش والمجاهدين ودعم سكان المناطق التي تضررت،
وهو الشيء الغالب في كل أعلامنا، حتى هذه القناة التي نتحدث إليها اليوم هي كانت في مقدمة الناقلين للحدث. نعم أستاذ رحاب طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، شكرا لك على هذه المشاركة، لك التحية. بارك الله. نعم أعود إليك من جديد أستاذ عفاف تاور من خلال ما استمعنا إليه كذلك من الأستاذ رحاب طه. تحدث الرجل عن سرعة الانتقال إلى مكان الحدث وأن الإعلام لا زال أيضا يؤدي واجبه حتى بعد هدوء الأحوال في منطقة أم روابة، كيف تعلقين؟ وتحدث الرجل أيضا عن تلاحم الشعب السوداني يعني، ومن هنا أنا أسجل صوت شكر لكل الشعب السوداني الذي تداعى من كل أنحاء السودان المختلفة، منهم من وصل بالذات للمواقع مؤازرا، ومنه من شجب سواء كان عبر أجهزة الإعلام المختلفة أو يعني من خلال اتصالاته بالقائمين على الأمر للتأكد منه. فهذا دليل أن الشعب السوداني دائما المصائب دائما تجمعهم وتوحد خطهم. ما ذكر الأخ رحاب أنه الإعلام كان حاضرا، نحن لم نقل الإعلام لم يكن حاضر، احنا قلنا الإعلام كان حاضرا، ولكن الإعلام في بدايته كان موجه، وهذا التوجيه يعني بعد لفت النظر عدل هذا التوجيه، لكن هذا لا يمنع أنه هناك أغلام، وهو ذكر هسه بلسانه أنه فعلا وهم يثقوا في الأغلام التي تحدثت عن تلغية الناس بعرقية معينة وتذبيحهم أو محاسبتهم كما ذكر الآن. هذا في النسبة للإعلام ولكتاب الإعلام، بمعنى أنه التصفيات التي تمت بلستة منسوب المؤتمر الوطني حتى لو كنت والد أي منهم تذبح، منسوب الدفاع الشعبي تذبح، منسوب القوات المسلحة تذبح. وأعطيك مثل في سوق الجبل، سوق الجبل أبناء سوق الجبل من أبناء نوبة ذبحوا أخوانهم من أبناء نوبة وهم من الحركة الشعبية، باعتبار أنه هؤلاء ينتمون للمؤتمر الوطني، وهذا هو ديدا الحركة الشعبية وديدا الثوار كما يدعون أنهم ثوار. وما حصل في الدندور أيضا التسبيح الذي حدث لأبناء النوبة، ولم نقل أن التسبيح كان إسني، بمعنى أنه لأن الغالبية اللي كانت موجودة هناك كانت من النوبة وكانوا من المؤتمر الوطني وذبحوا ولم تأخذ الطابع الإسني. لذلك نحن ضد أن تحرف ما يحصل، أن يحرف ما يحصل في أبو كرشولة وغيره مما يحصل في مناطق العمليات حاليا على أساس أنه عرقي أو إسني، يذبح على أساس سياسي، سواء كنت متى ما كنت منسوب من المؤتمر الوطني تذبح، وتذبيح بطريقة فيها نوع من التشفي، ليس لأنك أنت من القبيلة الفلانية أو من القبيلة العلانية. وهذه بكرشولة أغلبية المواطنين الذي فيها من العرب ومن البرقو والهوسة والنوبة، وهؤلاء خليط، كل هؤلاء تعرضوا للتقتيل والتذبيح بما فيهم أبناء النوبة أنفسهم، لم يكن هناك شغل إسنيا، وهذا ما نرفضه فعلا. طيب أستاذ أرر، يعني يمكن ما تبقى وقت كافي، يعني يتحدث الزملاء عن دقائق معدودات يمكن 3 دقائق، لكن دعنا سريعا نلملم أطراف هذه الحلقة ونحن في طريقنا للخروج. يعني كيف تنظر للرأي الذي يتحدث بأن المشاهد أصبح يتلقى المعلومة من خلال الفضائيات الأجنبية، وهل يشكل ذلك إشكالية في الرأي العام المحلي أو الداخلي؟ هو السؤال اللي بيطرح نفسه ليه المواطن السوداني ما بي يعني يلتقط المعلومة من الإعلام الداخلي، أو لم يلتقط المعلومة من الإعلام الداخلي لأنه أصلا هو اللي بيكون ملم وفي الأحداث ومعايش الواقع، وإلا معنى أنه المواطن كون يجنح لأن يلتقط المعلومة من الخارج معناته هناك قصور أو عدم ثقة في هو الإعلام. المقولة دي صحيحة بدءا ولا ما صحيحة؟ هي ما صحيحة كليا، ولكن جزئيا هناك بعض الحالات المواطن عايز يشوف أنه يحدثه بالواقع كما هو، أو يحدثوه بالبساطة بدون تعقيدات ومحاولة يعني لغات مثلا وكلام شوية منمق وعالي جدا. أنا عايز أخرج بأنه نحن كدخلونا من أنه نحن نقعد يعني ندور في فلك الاختلافات الموجودة في الإعلام وعدم الإعلام وتقطيطه وكذا، لأنه بعض الإعلامين أنفسهم ما عندهم إلمام كافي بما يدور، وما عندهم إلمام كافي بواقع التركيبة الجغرافية والإثنية لمكون جنوب كردفان، وبالتالي يعني ممكن أي إعلامي قاعد هنا عبر التلفون ينتقل من مكانه بالتلفون يأخذ معلومات، يعني ممكن ومن خلال المشاهدة يأخذ معلومات ويكتب، وهو ما بيكون معايش ولا عارف عن هذه القبائل المتزاوجة ومتداخلة ومنصهرة. هذا التدمير اللي بيعمل تدمير بالنسبة لواقع جنوب كردفان في تقديرنا نحن ضده،
لانه احيانا يعني يقود الناس الى انه ما في تميز ذات من البقار من النباوي من البرقاوي ومن كذا. فبالتالي هذه الصوره يجب انه تكون واضحه للناس. كلام اللي قالته الاستاذ عفاف انه فعلا الناس بيجوا باللستة حتى لو كنت من قبيلته، يعني ممكن ود عمك او ود عمتك يجي يصفيك. طيب. لانه في الثوره في الجبهه الثوريه وانت ضده وانت مواطن. فلذلك هذه الصوره لازم تكون واضحه للناس انه التصفيه ما بقبيله معينه وجنس معين، حتى القبائل العربيه اللي هم بيتكلموا عنها اغلبهم برضه جزء من الجيش الشعبي وجزء منه في الجبهه الثوريه. هذه الجبهه ايوه الجبهه الثوريه هذه الجبهه الثوريه بتاعت نوبه فقط ولا بتاعت قبيله معينه. نعم. هذه الجبهه الثوريه فيها مكونات متعدده ومختلفه من كل القبائل. وبالتالي هم انفسهم بيقودوا الى مناطقهم المعارك. يعني اي ابن منطقه هو بيكون دليل، هو خبير بيقود المعركه، يكون هو في المقدمه. وانا عايز اقول ان احنا خلنا التلاحم الحاصل بين السودانيين هذا هو طبيعه وسمه السودانيين دائما في كل الملمات الكبيره. نعم. وفي التنادي في اقاسه الملهوف والمضطر واللي عطشان والجعان كلهم بالدعوه. الان يعني تنهال على المواطنين في الرهد وامروابه واللبيض، يعني كل اطراف السودان بما فيه الغذاء والكساء والمامن، ولكن هذا لا يكفي. انا عايز ان اقول انه مشكله السودان هذه المعقده يعني منذ الخمسينات الى يومنا هذا حتى ولدنا وبعد ذلك اصبحنا الان سياسيين نتحدث. هذه المشكله الان تحل بالحرب، يعني استمرار الحرب والحسم العسكري صحيح تمضي المعارك مع انه نحن بندافع من اجل انه لازم المواطن يكون امن، ندافع من اجل انه لكن ما زلنا نقاتل في داخلنا. يعني ما في اقتتال بينه وبين دوله اخرى، الاقتتال ده من ابناء الوطن. يعني احنا نقصر في بعض الميت والمقتول كله من ابناء الوطن. اين المخارج؟ ولذلك المخرج هو الوجود، المخرج هو الجلوس للحوار الوطني الشامل الذي يؤمن ويؤمن لهذا الوطن يخرج مخرج امن. نعم. سوى الجلوس والحوار بصوره شفافه وسياسيه ما في مخرج امن. لكن احنا نقول انه بعد كله يجب انه اخواننا الحاملين السلاح يعود درس بانه الحرب دائما لازم بتقود الى الاحن والكراهيات والضغط. طيب. والشحناء. نعم استاذ عفاف تاور، نعم اعتذر، يتحدث الاخوان عن انتهاء الوقت المسموح به لهذه الحلقه، لكن قبل الخروج من 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 هذه الحلقه، ما هي الرساله التي تقدمينها لكي جميعنا نشاهد رسالة إعلامية متوازنة؟ الرسالة يمكن التي أقدمها يعني الزمن لا يسع، لكن باختصار شديد. نعم. إنه المسألة بتاعت المفاوضات اللي ماشى، يعني نحن نستمر في الحرب إلى أن نحرر المناطق التي يعيش فيها مواطنين ويعانوا. وايضا نجلس معهم للتفاوض لكن مع ابنائنا. استاذ عفاف تاور، انت رئيس الكتله البرلمانيه المكلف لنواب جنوب كردفان، شكرا لك على